Hello, listeners, hello, video viewers, and welcome to the first season of the new episode that comes to you from Arabic with Tariq. This series is intended to conduct interviews with my foreign students and Arabic learners who are studying with me. So please make sure you subscribe to my channel so you don't miss any new episode. Now, let's get started. Our guest today is from America and she is a lover of the Levantine Arabic. She visited some countries around the world, especially in the Middle East. She studied a master degree in the political sciences at Rutgers University. She studied Arabic Levantine three, three years ago for six months and she stopped. And then she started lessons with me in the Levantine Arabic for three months ago. But guys, I can assure you that she has done a great job and put in a lot of effort. Now let's welcome our gorgeous and beautiful student, Amy. Marhaba, Amy. مرحبا ايمي مرحبا Tarek. كيفك؟ شو أخبارك اليوم؟ كل شيء تمام وأنت؟ تمام تمام الحمد لله يا ايمي uh, فيك تقدمي حالك للمستمعين والمشاهدين يا ايمي، تفضلي. مرحبا اسمي ايمي وأنا أمريكية من ولاية نيو جيرسي ساكنة بولاية أيوا. درست ماجستير بعلوم السياسية بجامعة بركوز وحالا عم اشتغل مع منظمة دولية بنيويورك للبيت. ممتاز وحلو كتير يا ايمي وهلا بنبلش بالاسئلة معك سؤالنا الاول لإلك انت امتى وليش بلشتي تدرسي اللهجة السورية تفضلي درست اللغة العربية من ثلاث سنين لما كنت في لبنان درستها بس لست شهور وبعدين رجعت أمريكا وبلشت تدرس عربي مرة ثانية بس ثلاث شهور أول شيء لقينو بهب اللغة العربية لاينه حلوة وثاني شيء كان بدي أحكي مع الناس اللي بشتغل معهم ممتاز حلو كتير يا إيمي أه، وسؤالنا الثاني لإلك يا إيمي أنت زرت الشرق الأوسط من قبل صح؟ إيه، أنا زرت لبنان من ثلاث سنين ودليت هونيك ست شهور وبدي آه، زور أردن آه، وفلسطين كمان حلو حلو برافو، وأنت حبيتي لبنان يا إيمي؟ إيه حبيت لبنان كثير خصوصا العربي والناس والبحر وجبل لبنان كان كثير حلو ممتاز ممتاز برافو يا إيمي وهلا بننتقل للسؤال اللي انا والطلاب كلياتنا بنحبه بدي اسالك يا ايمي انت اكيد جربتي الاكل العربي بدي تحكي لي تحكي لنا عن هالتجربه هي تحكي لنا عن الاكل العربي تفضلي يا ايمي اكيد اكيد جربت الاكل العربي وبحبه كثير وحلا بعمل الاكل العربي ببيتي أنا بامول متابول ولبنه وجبنه هلومي ومارا املت مع دوبي وكانت طيبة كثير. <متحدث> <متحدث> وبحب اكل ما إيش مع جبنه وزعتر. حلو حلو كثير يا إيمي، والله أنا جوعان هلا، أنا جوعان. <متحدث> 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 اوكي، ومننتقل للسؤال الرابع معنا يا إيمي. آه شو هواياتك المفضلة يا إيمي؟ تفضلي احكي لنا ما بتعرفوا انا بحب اطبخ كثير وبحب ارقص كمان انا برقص بالي من لما كنت صغيره وبحب شوف مسلسلات نتفليكس وحلو ممتاز وحلو كثير يا ايمي وهلا السؤال الاخير معنا للحلقه اليوم انت بتحبي تسمعي اغاني وموسيقى عربيه يا ايمي ايه اكيد

باي باي مع السلامه مع السلامه باي باي